من البحر الأحمر الروعة. الأجواء مثل ما شايفين it's stunning. ما عندي الكلمات الكفاية إنه أعبر، لأنه كأني ما أعرف، أول ما وصلت حسيت إني في مالديفز، بعدين قلت لا أحلى أحلى أحلى، بعدين لما كذا حسيت إنه في السعودية حسيت يعني فخر مو طبيعي، وخاصة إنه في الريد سي فاشن ويك، قلت يعني ما في أحلى من هاللوكيشن الواحد يبدأ يعني to launch it، لأنه أحس كذا طعمه غير. أحلى شيء إنه سويته على الwalk حق الفلل، يعني على البريدج، فعطى كذا، حسينا وإحنا كنا في المي، يعني حسيت إنه ما أعرف الألوان، الأقمشة اللي طايرة، it's كذا، بس يعني كأنه إحنا كنا في الموج سوا، والتصميم مرة حلو، الألوان يعني أنا لأنه برج الحوت فحسيت كثير اندمجت بالكولكشن. الموضة دائما تتغير، والموضة يعني it's an unspoken language، يعني الواحد يقدر يعبر عن نفسه بس بالموضة، مو لازم يتكلم حتى ولا لازم يعرف على نفسه بأي طريقة ثانية. فأحس الموضة مهمة، وعندنا مصممين في السعودية صراحة مبهرين، وحلو إنه المملكة والكوميشن والفاشن كوميشن قاعدين يعطوهم البلاتفورم إنه يعبروا عن نفسهم ويعبروا عن الفاشن والستايل. فتحنا ريد سي فاشن ويك بعرض من تيما beautiful. Thank you so much. Bye.